تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة وارتكاب العديد من المجازر بحق أهالي القطاع، وذلك لليوم 24 بعد المئة على التوالي. حيث أقدم جيش الاحتلال اليوم على نصف مباني سكنية في محيط مدرسة حياة التي تأوي نازحين في مخيم خان يونس جنوبي القطاع، كما استهدف محيط مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، واستهدفت الغارات أيضا منازل برفح ودير البلح بوسط القطاع وحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيدا و169 مصابا في 24 ساعة الماضية، كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى أكثر من 27700 شهيد وأكثر من 67000 مصاب.